بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنبتدي سيستم جديد. السيستم ده هو الدايجستيف سيستم، وهنبتدي في الدايجستيف سيستم على موضوع اللي هو الماوث كافيتي. يبقى هو بداية سيستم دايجستيف سيستم، وأول محاضرة فيه هي إيه؟ الماوث كافيتي. دي الليرنينج اوبجكتيفز بتاعتنا. نبدأ بادئ ذي بدء. ما هي الجي اي تي؟ الجي اي تي هو مصطلح، هي الجاسترو انتستاينال تراكت. جاستر يعني ستومك، انتستين يعني سواء سمول انتستين بأجزائها المختلفة أو اللارج انتستين بأجزائها المختلفة، وبتنتهي فتحة الأنف. دي اسمها جاسترو انتستاينال تراكت. جاستر يعني ستومك، انتستين يعني التستين يعني سمول ولارج انتستين. لكن ضمنا ليها ثلاث حاجات: بادئ الماوث كافيتي، اثنين الفارنكس، وده ممكن يتشرح مع الريسبيراتوري سيستم، ثلاثه الاوسوفيجاس. يبقى الماوث والفارنكس والاوسوفيجاس، يبقى ده كلهم اسمه انتستاينال تراكت، انتستاينال تراكت او جاسترو انتستاينال تراكت. بس في اكسسوارز موجوده تبع اللي هو السيستم ده. ايه الاكسسوارز دي اللي هي موجوده؟ ثلاث حاجات. يوم ما بقى الاكسسوارز الموجوده التيث والسلافري جلانس، الليفر والبيلياري سيستم والبنكرياس. لو ضمينا الحاجات دي اللي انا بقول عليها دول مع الجاسترو انتستاينال تراكت، هيبقى الدايجستيف سيستم. يبقى لو واحد بيسالك ايه الدايجستيف سيستم، يبقى الاكسسوارز دي والجاسترو انتستاينال تراكت. يبقى الجاسترو انتستاينال تراكت او الاليمنتري تراكت اللي هم دول، لو انا زودت عليها التيث والسلافري جلانس، الليفر والبيليري سيستم، البنكرياس، كده يبقى احنا اتكلمنا على الدايجستيف سيستم. موضوع محاضرتنا النهارده بنتكلم على الماوث كافيتي. علشان نبص على الماوث كافيتي، الاقي الماوث كافيتي جزئين. الجزء الاولاني اسمه ماوث كافيتي بروبر، شايفين اللي انا بشاور عليه ده اسمه ماوث كافيتي بروبر. بس اوتسايد التيث، يعني بين التيث واللبس والتشيك اللي هو الجزء الخارجي ده، اسمه vestibule of mouth. vestibule يعني المدخل، زي ما قلت vestibule of nose، vestibule of aorta، vestibule of، في اي حاجه vestibule of يعني المدخل، يعني الدهليز. يعني يبقى عندي cavity وعندي vestibule. اول جزء الvestibule يبقى هو السبيس اللي موجود outside the teeth and the gums. التيث اللي هم السنان، والجامز اللي هي اللثه. الجزء اللي موجود اوتسايد التيث والجامز، يعني التيث والجامز موجودين انترنالي، واللبس والتشيك موجودين اكسترنالي. يبقى اللبس اللي هو الشفايف، التشيك اللي هي الخد، يبقى من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه التيث والجامز من ناحيه. الجزء ده اسمه فيستيبيول اوف ماوث كافيتي. انا بشرح ده اسمه فيستيبيول اوف ماوث كافيتي. The vestibule of the mouth cavity مهم جدا، لانه حتى بيستقبل الاوبننج بتاعت الباروتيد جلاند. الاوبننج بتاع الباروتيد جلاند، وفي واحده من التقسيمات اللي هو السلافري جلاندز اللي بيفتح في الفيستيبيول واللي بيفتح في الماوث كافيتي بروبر. كلهم بيفتحوا في الماوث كافيتي بروبر ما عدا فقط اللي هو الباروتيد جلاند. يبقى الباروتيد جلاند بتفتح في الفيستيبيول اوف ماوث كافيتي، وده ممكن يكون سؤال ام سي كيو. الاونلي سالفري جلاند which opens in vestibule of mouth cavity، يبقى هي الباروتيد جلاند. يبقى ده اول جزء اسمه vestibule of mouth cavity. الجزء الثاني هو الماوث كافيتي بروبر. زي فين السهم ده؟ ده يمثل الماوث كافيتي بروبر. طيب ايه الباوندرز بتاعتي؟ الباوندرز بتاعتي ان فرونت، يعني لو انا قافل بقي، ان فرونت والسايدز اللي هو التيث والجمز. التيث والجمز. طب behind زي ما شايفين السهم ده بيكمل معي، بيكمل مع الفارنكس. above يبقى البلد، سواء اللي باللون الازرق ده اسمه hard بلد، او باللون اللي هو الموفي ده soft بلد. طيب الفلور اللي هلاقي عندنا اللي هو الميوكس ممبرين اللي موجود عندي، والمسلز. المسلز covered with mucous membrane. يبقى هنا muscle covered with mucous membrane اللي هي بشاور عليها دي هنا، لان التانك ده من ضمن الكونتنتس بتاعت الماوث كافيتي. يبقى عندنا هنا، يبقى الروف هارد بلد وسوفت بلد.
والفلور ميوكس ممبرين، تحت الميوكس ممبرين دي في ماسلز، يعني مثلا فور اكزامبل المايلو هايويد جيني بروسا جيني هايويد اند سو اون. برانتو سايتس تيث والجامز بيهايند بيكمل مع الفارنكس. يبقى مطرح ما بحط السهم ده بس انكلودنج التانج، يبقى ده الكافيتي بتاع الماوث كافيتي بروبر. اهم كونتنت موجود عندي في الماوث كافيتي هو التانج شخصيا. ايه هو التانج؟ التانج الديفينيشن بتاعته هو ماسكولار اورجن، يبقى muscles covered with mucous membrane، يبقى covered with mucous membrane. ليه تب؟ التب اللي هو موجود قدام الروت اللي هو الجدر بتاعه والبادي اللي هو الهيكل بتاعه. يبقى muscular organ عبارة عن muscles covered with mucous membrane. وعلى فكرة في سبتة موجود في الوسط، يبقى muscles دي موجودة on the right side and on the left side. يبقى التانج muscles covered with mucous membrane. طب لو واحد بيسألني هو soft barrett muscles covered with mucous membrane، يبقى الديفينيشن بتاعت التانج، ما هو التانج؟ muscles covered with mucous membrane. يبقى التانج عبارة عن muscles وميوكس membrane. muscles عضلات، mucous membrane الغشاء اللي هو المخاطي اللي بيسموه. طب muscles عموما، المحاضرة رقم 2 هتتكلم على muscles بتاعت التانج in detail. But in short بنعرف ان المسلز بتاعت التانك حاجه من الاثنين، يا اما انترنسك يا اكسترنسك. انترنسك يعني موجوده within الميوكوس ممبرين، has no external attachment، ملهاش اتاتشمنت خارجي، يبقى دي اسمها انترنسك. والاكشن بتاعها او الفانكشن بتاعتها بتعمل تشينج الشيب اوف ذا تانك. الاكسترنسك مسل، كل الاكسترنسك مسلز have external attachment، يعني ماسكة من برا بعدين تروح داخلة من جوه. يبقى extrinsic دي مهمتها انها بتعمل moving the tongue in all directions. برضك مرة تانية حدة المسلز دي انا افدت لها محاضرة مخصوصة، هي المحاضرة رقم 2، اتكلمت عن المسلز بتاعت التانج والمسلز بتاعت البلد، علشان ما نضيعش محاضرتنا النهاردة في المسلز بتاعت التانج لانها طويلة. تاني جزء في التانج هو عبارة عن الميوكس ممبرين اللي انتم شايفين ده اسمه ميوكس ممبرين. والتانج دي تو سيرفيسز، السيرفيس اللي فوق ده اسمه دورسال سيرفيس، والسيرفيس اللي تحت اسمه فنترال سيرفيس. يبقى اللي فوق ده اسمه يا اولاد دورسال سيرفيس، واللي تحت ده اسمه ايه؟ فنترال سيرفيس. يبقى الميوكس ممبرين يبقى دورسال سيرفيس وفنترال سيرفيس. ده الدورسال سيرفيس، هتلاقي على الدورسال سيرفيس في سالكس جروف اسمه سالكس ترمينالس، بينتهي الايبكس بتاعته فورامن اسمه فورامن سيكم. فورامن سيكم ده، سيكم يعني اعور، ده مكان الديفلوبمنت اوف ثايرويد جلاند، يعني ثايرويد جلاند امبريولوجيكالي طلعت من الحته دي وراحت نازله لتحت وبعدين فقدت الكونكشن بتاعها مع التانك. يبقى عندنا الدورسال سيرفيس از ديفايدد باي سالكس، السالكس ده اسمه سالكس ترمينالس او ترمينال سالكس، السالكس النهائي. ده بيقسم الدورسال سيرفيس انتو تو بارتس، الايبكس بتاعي اسمه فورامن سيكم. طب ايه هما التو بارتس ده؟ التو بارتس اورال بارت وفرنجيال بارت. اورال بارت اللي هو الانتيريور تو ثيرد، وباين عليه من كلامه موجود في الاورال كافيتي يعني في البكال كافيتي. فرنجيال بارت اللي هو البوستيريور وان ثيرد، وده بيمثل لي الانتيريور وور اوف اورال فارنكس. يعني ده احنا مش ممكن نشوف فرنجيال بارت، كل اللي انت بتقدر تشوفه طول ما انت عايش هو الاورال بارت، هو الانتيريور تو ثيرد. اهم ديفرنس بين اللي هو الاورال بارت والفرنجيال بارت ان الاورال بارت بيتميز بوجود خشونه. الخشونه دي due to the presence of papillae، لكن الفرنجيال بارت ما فيهاش papillae. عكس بقى الكلام ده، الاورال بارت ما فيهوش تونسل، التونسل هو كولكشن اوف ليمفويد تيشو. الاورال بارت ما فيهاش تونسل، لكن الفرنجيال بارت بينيث الميوكوس ممبرين تحت الميوكوس ممبرين في تونسل اسمها لينجوال تونسل. ودي المحاضره رقم 3، هتلاقوا المحاضره رقم 3 في عندنا تفاصيل كتيره قوي على موضوع اللي هو ايه اللي هو التونسلز اللي هي موجوده. يبقى باختصار، يبقى عندنا الانتيريور تو ثيرد ما فيهاش تونسل موجوده، البوستيريور وان ثيرد يبقى فيها تونسل موجوده. ده برضه موضوع هنتكلم عليه زي ما قلت لكم مع موضوع اسمه والداير رينج. طيب
يبقى الانتيرير تو ثيرد خشن دي تو بريزنس اوف بابيلي. طب البابيلي اللي موجود عباره عن ايه؟ البابيلي اللي اما مبدوره في الانتيرير تو ثيرد كلها بيسموها فيلي فورم بابيلي. فيلي فورم بابيلي اسمها ايه؟ فيلي فورم بابيلي. او على التيب والمارجنز اسمها فانجي فورم بابيلي. او موجوده قدام السالكس ترمينالس اسمها فيليت او سيركم فيليت بابيلي. فيليت او سيركم فيليت يعني عامله زي الخندق متخندقه يعني. فانجي فورم جايه من كلمه فانجس. فيلي فورم يعني مبدوره يعني. يبقى عندنا هنا يبقى فيلي فورم بابيلي دي ماليه الانتيرير تو ثيرد. لو خدت التيب والمارجنز يبقى الفانجي فورم بابيلي. فيليت او سيركم فيليت بابيلي فرونت اوف سالكس ترمينالس. يبقى عندي الفورث بابيلي ودي غالبا ابسنت عندنا بس موجوده ويل ديفلوبد في الرابتس اسمها فوليت بابيلا. اسمها ايه؟ فوليت بابيلا. معظم البابيلي بتحتوي على تيست بارتس. الفيليت بابيلا، الفوليت بابيلا، الفانجي فورم بابيلا، البابيلي كله بيحتوي على التيست ريسبتورز اللي موجودين في التيست بارتس. البوستير وان ثيرد ما فيهوش بابيلي موجودين. الانتيرير تو ثيرد بيحتوي على البابيلي وده بتدي خشونه للتانك عشان مش عايز الاكل يتزحلق على طول. لكن اول ما الاكل يوصل للفرنجيال بارت جوه الفرنج عايز يتزحلق. يبقى البوستير وان ثيرد ذير از نو بابيلي. الانتيرير تو ثيرد بيبقى عندي 3 تايمز اوف بابيلي ان هيومن بينج. اما البابيليا فولياتا بتبقى رودمنتري. طب يبقى ده السيرفيس اللي موجود اسمه الفنترال سيرفيس. طب والسيرفيس اللي موجود تحت اسمه ايه؟ دورسال سيرفيس. شايفين؟ السيرفيس اللي موجود تحت اسمه فنترال سيرفيس واللي فوق اسمه دورسال سيرفيس. فالدورسال سيرفيس خدناه، الفنترال سيرفيس اللي موجود لتحت ده اسمه الفنترال سيرفيس يا ولاد. اللي هو لازق في الفلور بتاع الماوث كافيتي. طب في ايه؟ في ثلاث حاجات. اول حاجه في قيد او وتد اسمه فرانيولوم. ده الفرانيولوم موجود في كل حته، اللبس فيها فرانيولوم، البينس فيه فرانيولوم. فده بيبقى لازق الميوكس ممبرين مع الفلور بتاع الماوث كافيتي. حاجه زي اللي هو السناك يا اولاد، السناك زي التعابين، بتلاقي التانج بتاعها كويس بيبقى موبايل كده، وزي الضفادع الفروكس تلاقي التانج بتاعها طالق لان ما فيش فرانيولوم موجود. يبقى عندي هنا فرانيولوم ده عامل كونكشن للفنترال سيرفيس مع الفلور اوف ذا ماوث كافيتي. ممكن يبقى الفرانيولوم اكستنسيف وساعتها الواحد ما يقدرش يحرك لسانه كويس وبيطلقوا عليه كلمه انكلوجلوسيا او تاي تانج. التانج بيبقى تاي مربوط فما بيقدرش يتحرك كويس. يبقى اكستنسيف فرانيولوم امبريولوجيكال كونجنتال انوماليز بيسموها تاي تانج او انكلوجلوسيا. انكلوزس يعني متصلب، جلوسيا يعني تانج يعني التانج متصلب ما بيتحركش كويس يعني. تاني حاجة موجودة على الفنترال سيرفيس بتاعت التانج بيبقى فيه فينز اسمها ديب لينكوال فينز. ديب ليه؟ بيبقى فيه ارتري، ديب لينكوال ارتري او بروفاند لينكوال ارتري. بس الفين بتبقى واضحة قوي يا اولاد اسمها ديب لينكوال فين. صراحة الفينز دي بتبقى بالنسبة لي مهمة جدا. ليه الفين بالنسبة لي بتبقى مهمة؟ لأن ده نوع من أنواع الادمنستريشن اوف دراجز، سابلينجوال ابزوربشن اوف ذا دراجز. الناس اللي عندهم انجينا يعني عندهم ذبحة صدرية ساعات بنديلهم دواء اسمه داي نايترا، نايترو جليسرين. داي نايترا ده ازودايريتور بيوسع الشرايين. طب العيان جاله الذبحه كويس وعايز اوصل له دواء بسرعه، احط له البيلز بتاعتي بينيث التانك. لما بحطها بينيث التانك او اندر التانك بيحصل لها كويس ديسولف بسرعه في السلايفا ويحصل لها ابزوربشن عن طريق السب عن طريق الديب لينجوال فين. In less than one minute. يبقى لو انا كنت عايز اوصل دواء بسرعه للسيركيليشن زي الداينايترا بحطه تحت اللسان يحصل له ابزوربشن بقى. لا هقعد اقول عيان طب ودي له حقنه فين وجاله الذبحه مش عارف ايه اسمه داي. نعم معلومه مهمه جدا في الكلينيكال وتفرق بالنسبه لنا. يبقى الفرانيولوم وعندنا ديب لينجوال فين. ثالث حاجه بلاقي في عندي هنا في فولد موجوده اللي هي الحته دي اسمها فيمبريتد فولد. فيمبريتد يعني عامله زي الضفاير يا ولاد. ايه فيمبريتد فولد ده؟ انديكيت الامبريولوجي بتاعت التانج. التانج كان لازق الاول في الفلور بتاع الماوث كافيتي وبعدين ابتديت احرره من الفلور اوف ذا ماوث كافيتي ففضلت الحته اللي موجوده مكان ما كنت بحرره وانت
بعمل له فرينج فروم فلور اوف ماوث كافيتي. فرينج يعني بحرره، كان ده زي الاول امبريولوجيكالي، فالحته دي فضلت موجوده على الجنبين اسمها فيمبريتد فور. يبقى الفنترال سيرفيس شورت فيه ثلاث حاجات، يبقى فيه فرانيولم ديب لينجوال فين وفيمبريتد فور. يبقى ده السيرفيس، يبقى عندنا هنا فرانيولم وديب لينجوال فين وفيمبريتد فور. ايه النيرف سبلاي بتاع التانج يا اولاد؟ مهم قوي ان احنا نعرف النيرف سبلاي. All muscles of tongue are supplied by hypoglossal nerve. يبقى hypoglossal nerve supplies all muscles of tongue intrinsic او extrinsic except one muscle. والمسل one muscle اسمها palatoglossus muscle، العضله دي اسمها palatoglossus muscle. الانترنسك الاكسترنسك مسل بتاعت التانج اسمها palatoglossus وstyloglossus وhypoglossus وgenioglossus، وفي مسل اسمها intrinsic. فكل العضله palatoglossus supplied are supplied by hypoglossal nerve. طب البلاتوجلوسس is supplied by vagus nerve. ليه؟ لانها تبع البلد، والمسلز بتاعت البلد بتاخد من العصب رقم 10 اسمه vagus nerve. واحد يقول لك عن طريق الاكرينيال اكسسوري، ده حقيقي فعلا هو vagus، بس حقيقته هو برانش من البرانشز اوف كرانيال اكسسوري nerve. السنسيشن بتاعت التونج الانتيريور تو ثيرفس اوف ذا تونج جنرال سنسيشن وتست سنسيشن. General sensation يعني pain وtouch وtemperature، وده عن طريق نيرف اسمه lingual nerve، ده derived من trigeminal nerve من عصب رقم 5. ماشي معاه نيرف اسمه corda tympani اللي هو الحبل الطبلي. corda tympani ده arises from facial nerve من عصب رقم 7، وده بيدي test sensation. يبقى anterior to third of the tongue ليها نيرف بيدي general sensation pain وtouch وtemperature، وليها نيرف بيدي تيست سنسيشن اللي هو حاسه التذوق. الجنرال سنسيشن لينجوال نيرف بين وتاتش وتمبريتشر. التيست سنسيشن يعني ملوخيه طعاميه فول هو الكوردا تمباناي. ده من العصب رقم 5، ده من العصب رقم 7. لكن البوستير 1/3 اوف ذا تانج، البوستير 1/3 اوف ذا تانج النيرف سبلاي بتاعه العصب رقم 9 العصب رقم 10. العصب رقم 9 جلوسو فرنجيال نيرف، ده بيدي جنرال وتيست سنسيشن. العصب رقم 10 اسمه فيجاس، البرانش بتاعه اسمه انترنال لارنجيال، ده بيدي جنرال وتيست سنسيشن للموست بوستير بارت اوف ذا تانج اسمها جلوسو ابيجلوتيك فيليكولا. يبقى عندنا هنا ده النيرف سبلاي اوف ذا تانج. ده دي نوتس ايه؟ ان الامبريولوجي بتاع تانج معقد. الماسلز ليها اورجن حاجه اسمها اكستريتال مايتوم. الميوكس ممبرين ديفلوبد من الفرنجيال ارشز، من الفيرست ارش كان الميوكس ممبرين بتاع الفيرست ارش الانتير تو ثيرد، وديفلوبد من الثيرد والفورث ارش اللي هي جروس فرنجيال وفيجاس نيرف. السكند ارش حصل له بعد. يعني ان شورت الفرايتي المختلفه الكوكتيل المختلف من النيرف سبلاي ده دي نوت ايه؟ يعني في كالكوعه في الامبريولوجي بتاعت التانك. هنحاول ان شاء الله باذن الله نبقى نتعرض ده واحنا بناخد القصه بتاعت الامبريولوجي. ايه الليمفاتيك درينج بتاعت التانك؟ مهم قوي يا اولاد. المارجنز يعني الحواف سب مانديبولار سليفري جلان، وبتروح للجاجلو دايجستريك وجاجلو اوموهايد ليمبرو. على كل ناحيه بتروح للناحيه بتاعتها. طيب السنترال بردك نفس الشيء، السنترال بارت بتاعت التانج نفس الشيء بس بيروح على الناحيتين، سب مانديبولار جاجلو دايجستريك جاجلو اوموهايد ليمبرو. هتقول لي فين الكلام ده؟ بصوا كده، الليمف نودز along ال internal jugular vein اسمها deep cervical lymph node. اسمها يا ولاد deep cervical. ال deep cervical lymph node دي بتتقسم into lower deep cervical lymph node و upper deep cervical lymph node. ال upper deep cervical lymph node فيها ممبر مهم قوي، دي اسمها jugular digastric. مكان ما ال posterior belly بتعدي على ال internal jugular vein، الليمف نود دي اسمها jugular digastric lymph node. طيب واحده من الممبرز بتاع اللور ديب سيرفيكال لينف نود، اللينف نود دي مطرح ما الام هايويد بتعمل كروسنج لجاجلر فين اسمه جاجلو ام هايويد، ودي اسمها جاجلو دايجاستر، دي اسمها جاجلو ام هايويد. واللينف نود الثالثه موجوده على السب مانديبولار جلاند اسمها سب مانديبولار لينف نود. يبقى باختصار سب مانديبولار جاجلو دايجاستر جاجلو ام هايويد لينف نود. الليمفاتيك جلاند ماشيه ازاي؟ التيب بيروح للسب منتال بسهوله، التيب اللي هو البوز يروح للسب منتال. المارجن بتروح للثلاثه لينف نود اللي لسه دايريهم على السيم سايد.
السنترال بارت بيروح للثلاثه الليمفينودز اللي لسه قايلين عليهم بس اون بوث سايدز. السنترال بارت بتروح اون بوث سايدز. اما البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانك، البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانك بيرمي الاول في الريترو فارنجيال الليمفينود، والريترو فارنجيال الليمفينود بتصب في اللي هو الابر ديب سيرفيكال الليمفينود. يبقى البوستيريور وان ثيرد بيرمي الريترو فارنجيال وبتروح للابر ديب سيرفيكال الليمفينود. يبقى لنا هنا يا اولاد حته صغيره عايزين نقولها علشان نخلص المقدمه بتاعت الدايجستيف سيستم. التيث، التيث اللي موجوده عندنا نوعين، في تيث اسمها ميلكي تيث او ديسيديوس تيث. كلمه ديسيديوس يعني ايزلي شد، يعني بتقع بسهوله، ملهاش روتس فبتقع بسهوله، بيسموها تمبرري تيث او اسمها ميلكي تيث. دي عددهم كام؟ 20 تيث، 10 in every jaw، في الابر جو 10 في اللور جو 10. اما عندنا في تيث اسمها بيرمننت تيث، والبيرمننت تيث دي 32 تيث distributed 16 above 16 below، 2 incisor with 1 canine 2 premolar 3 molar. تعالوا نشوف كده اساميهم. الديسيديوس تيث عندنا incisor central ولاترال incisors، incisor اللي هم القوام، كناين اللي بيسموه الناب 2 مولار، يبقى السنان 5 في كل ناحيه، ناحيه يمين وناحيه شمال يبقى 10، زيهم تحت 10 يبقى 20. الديسيديوس تيث 20 بنقسمهم لاربع خمسات، 2 انسايسورز سنترال لاترال انسايسورز 1 كناين 2 مولار تيث. البيرمننت تيث يا اولاد 32 بيجرى استبدال الانسايسور، بيطلع الانسايسور بالبيرمننت السنترال واللاترال، بنغير الكناين، واللي كانوا اسمهم مولر في الاطفال هنا اسمهم بري مولر، دول اسمهم فيرست وسكند بري مولر، ويطلع عندي ثلاثه جداد خالص اسمهم مولر تيث. يبقى بقى عندي 2 انسايسورز و1 كناين و2 بري مولر، دول بقى يجري استبدال اللي كانوا موجودين في الاطفال، لكن الثلاثه اللي بيطلعوا دول اسمهم مولر تيث. الثيرد مولار توث اسمه الثاني ويزدم توث، لانه بيطلع from age of 18 up to 24. I hope ان احنا نكون بالمقدمه البسيطه دي ابتدينا الموضوع بتاع الدايجستيف سيستم وفهمتوه، والى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.